وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحكم الله بالخير في هذا اليوم الجميل من هذا الأسبوع الجميل، واليوم يوم الأربعاء، وهذا برنامجكم برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع قناتكم المتميزة قناة نور دبي. في ناس عليهم تأخير، عليهم غياب اليوم، كان يقول ندى تتأخر، هو متأخر اليوم. صباحك في السنة مرة في السنتين مرة، لا ممنوع، ممنوع التأخير عندنا في البرنامج محمود، خلاص يتأخر ما نيبه مرة ثانية، خلاص نعفيه. يعني انت شوفي باكر عندك آخر حلقة، باكر مو موجودة، باكر موجودة وانا ما ادري اني بكون موجودة. لا موجودة باكر. قلتي سؤال الحلقة ولا توني ساصبح على الناس؟ فنقولكم اول شيء برنامج سؤال الحلقة مال اليوم، جوابه مرتين لكم 500 درهم من هيئة الصحة في دبي. شو سؤالنا مال اليوم؟ ما هو أنسب وقت لتنظيف الأسنان؟ أنسب وقت، الجواب الأول عند الصباح وقبل النوم، رقم 2 بعد تناول الطعام مباشرة، أم رقم 3 في أي وقت؟ على 4006 مع أسماءكم الثلاثية. وحبابي لا تطرشوا على الانستغرام، ما نقدر نسحب على الانستغرام، فقط على 4006. وإذا حابين تتصلون وتدردشون معانا، تعطونا ملاحظاتكم آراءكم، شكر، حابين تقدمونا لأي مؤسسة، لأي موظف، رحتوا مكان عبادتكم الخدمة، اتصلوا فينا خبرونا. الشكر مضر بالصحة. الشكر مضر بالصحة، يسوي سكري صح. الشكر مضر الصحة. على 600-551-414 وموجودين لايف على أكاونت نور دبي على الانستغرام. على طاري السوشيال ميديا، خلينا ناخذ اسم الجناحي معنا عبر الهاتف، بتعطينا بس رسالة على آخر ما استجد في وسائل التواصل الاجتماعي. صباحك الله بالخير أسمى. صباحك ورد يا أسمى. صباحكم سعيد. أول شيء قولينا رسالتنا الجميلة مالت اليوم. رسالتنا اليوم لتحقيق أهدافك، عليك أن تتمكن من رؤية هدفك، تؤمن بهدفك، تعمل على تحقيقه. يا سلام، لا فضفوك يا أسماء، أحلى رسالة صراحة. الله يخليك دكتورة. اليوم عندكم عيادة ذكية صحيح؟ عندنا العيادة الذكية عن الاستعداد للعيد. أهم موضوع. غالبا الناس ما يعرفوا مثلا أن لازم تدريجيا يبدون يأكلون، يعني ما يصير أنا خلاص يعني صايم 30 يوم وأتريق لحم. يعني هو اللحم مفيد يعني كبروتين، بس واحد شوي شوي يعني يشرب الماء أول الصبح، ساعة يشرب، يعني في أشياء معينة لازم يسويها. صحيح. خصوصا اللي عندهم أمراض المزمنة. يعني إحنا نتكلم عن شخص عادي ويمكن تقلبات معوية، وين إنسان عنده أمراض مزمنة. صحيح. هالحلقة إن شاء الله بتابعها أنا شخصيا، لأن فعلا حلقة مهمة. وغير هذا حتى الأطفال يعني ما يصير نعودهم إن كله حلويات، فنسبة السكر ترتفع أحيانا عند بعض الأطفال مرة واحدة. ففي وايد وايد أشخاص يراجعون المستشفيات في أول كم يوم العيد. صحيح. بسبب التصرفات السلبية أو الخاطئة وهم ما يعرفونها. صحيح صحيح. وراح نتكلم عن مرض السكري أيضا بالتحديد، بشكل عام عن التغذية، ولكن مرض السكري من النوع الأول والثاني بيكون لهم يعني النصيب الأكبر من المعلومة. جميل. أسماء كيف ممكن يتابعون العيادة الذكية؟ عندنا على الفيسكوب يقدرون يتواصلون مباشرة مع الأطباء ويكلمونهم، أيضا على الانستغرام لايف راح نكون موجودين، وعلى سناب شات موجودين، وعلى تويتر. ما شاء الله، ممتاز ممتاز، يعطيكم ألف عافية يا أسماء، ونهارك سعيد. نهاركم سعيد. طيب المرأة ترى شيء والرجل يراه بطريقة مختلفة تماما. كشفت دراسة مجراها في جامعة بروكلين أن الرؤية لدى الرجال تختلف عن الرؤية لدى النساء، حيث كشفت الدراسة أن النساء هن الأفضل في تمييز الألوان، بينما
بينما الرجال يتميزون بالقدرة على تتبع الأشياء السريعة وملاحظة التفاصيل الصغيرة من مسافة بعيدة. حيث تم إجراء البحث على مجموعة من النساء والرجال الذين قاموا بوصف ظلال مختلفة لنفس الأشياء، ويفسر الباحثون السبب وراء ذلك بأن الذكور يحتاجون إلى طول موجي أطول قليلا في معظم الطيف المرئية من الإناث لإدراك نفس درجة اللون. وبما أن الأطوال الموجية ترتبط بالألوان الدافئة أكثر، فهذا قد يفسر سبب رؤية الرجال للون البرتقالي أكثر احمرارا عن النساء. وبالمثل فالعشب يظهر أكثر خضرة للنساء من الرجال الذين يرونه أصفر قليلا. أيضا كشفت دراسة أن الرجال أقل تمييزا الظلال التي توجد في وسط الطيف للألوان مثل الأزرق الأخضر والأصفر. وأشار جون باربور أستاذ البصريات والعلوم البصرية في جامعة سيتي لندن إلى أن الإناث غالبا يكون أسوأ من حيث الحساسية المطلقة للون، لكن بصرف النظر عن ذلك فإن قدرة النساء على تمييز الألوان ووصفها أفضل بكثير من الرجال. وأنا بضيف على هذه الدراسة أن الرجال أيضا أقدر على الوصف من النساء. الحرمة إذا بتدليها مكان ولا بتدليك مكان ممكن توديك 3-4 ساعات تلف أنت في نفس المكان في نفس الفريج. لا محمود يعتمد على بعض، وفعلا الحريم بشكل عام ما يعرفوا يوصفون الدروب، بس في نساء الحين مو بعض الدراسة لا تتعقين على الدراسة. تعرف بعضكم أبسط مثال على هالدراسة، لو الحرمة قالت حق الريال روح جيب لي قطعة لونها أزرق، بالنسبة للرجل كل الألوان لونها أزرق، بس بالنسبة للنساء شو يكون؟ في أزرق فاتح، في تيفاني، في تركواز، في بحري، في أخضر بحري، في أزرق بحري، في جميع الدرجات. لما يجيب لها تقول مو هالأزرق الأبا. فعلا الرجل ينظر إلى الألوان، يعني المستشعرات اللي عند الرجل لاستقبال ألوان هي اللي في وسط الطيف المرئي اللي هو الأصفر والأخضر والأزرق، تخليه ما يقدر يميز. بس شوفوا اللون اللي يميز الريال، الأحمر والبرتقالي، يرى البرتقالي أكثر احمرارا من النساء. أكثر احمرارا من صح من النساء. كلامك مو بداش مخي. ليش محمود؟ احنا انت هاللون شو تشوفه؟ احنا عندنا سجادة حمراء في الاستوديو. حمدان بن محمد الله يحفظه. تحته. هي هذا شو لونه؟ يعتمد انت شو تبغين تشوفينه. انا اشوفه اصفر. الحمد لله والشكر على شو بقول بعد. انت حسب وجهة نظري تشوفها اصفر. انت في شيء تشوفينه صح في الحياة؟ هي مثلا ان انت زميل عزيز وقدير ومذيع فذ ومتاخر اليوم على الدوام. هذا اكبر غلط تشوفينه في الحياة. عموما نحن متواصلين معاكم مستمعينا، في عندنا مداخلة بس مناخذها قبل لا نطلع الفاصل. الو السلام عليكم. يا هلا يا لمية، ازاي حضرتك؟ انا كويس. مبارك عليكم الشهر علينا وعليك. انا بس كنت عايزه اسال عن مركز السكري التابع لحكومه دبي. نعم. لهيئه الصحه في دبي. ايوه. نعم. الاطفال. نعم. الاطفال، لان هو انا عندي طفل عنده سكري وهو عنده 4 سنين ونص. وهو دلوقتي عنده 13 سنة 12 ونص يعني. ودايما يعني الخاص يعني ودكاترة أفاضل وكده، بس دايما هم متخصصين في سكري الكبار. صحيح. سكر الأطفال نوعا ما مختلف، طبعا أنا عارف بالخبرة يعني مع الطفل وكده. فيعني أكيد يعني لو مركز تابع لحكومة دبي لسكري الأطفال أكيد حيبقى الرعاية غير طيب سؤالك ايش بالضبط يا لمية؟ نعم سؤالك ايش بالضبط؟ انا عايزه اعرف هل في مركز في قسم معني بالاطفال في مركز دبي للسكري موجود؟ موجود. طريقه التواصل معهم التحويل من العياده، وعندهم رقم مباشر ممكن تتواصلين معهم، وانت اقرب عياده لك تروحين لها، عياده تابعه لهيئه الصحه في دبي. انت وين حسب مكان السكن مالك تروحين طبيب العائله يعطيش تحويله على مركز دبي للسكري عشان طفلك يتابع هناك، وممكن تتواصلين معهم. والله للاسف بس ما عندي رقمهم. اتصلي يعني على 800-800-342. صحيح. زين وقولي لهم ابغيكم تحولوني على مركز دبي للسكر، بيحولونك على المركز او انه ممكن يعطونك رقم المركز مباشره، لان حتى انا الرقم ما يحضرني للامانه. ف 800 800 342
أول خطوة طبيب الأسرة أو عيادة الأسرة يشرحوا لك إياها بالتفصيل. نعم. أول خطوة تواصلي معهم أفضل مع مركز دبي للسكر. شكرا لك يا لمية. شكرا يا هلا يا هلا. عموما نذكر بسؤال الحلقة دكتورة ونطلع خاصة. السؤال يقول ما هو أفضل وقت لتنظيف الأسنان؟ أفضل وقت رقم واحد عند الصباح وقبل النوم، أو رقم اثنين بعد تناول الطعام، أم رقم ثلاثة في أي وقت؟ على 4006 مع أسماءكم الثلاثية، وما نطرش على الانستغرام حبايبي لأن ما أقدر نسحب على أسماءكم. إذن السؤال الإجابة فقط على 4006. نحن نتواصل معكم، اللي حاب يتواصل معنا في المواضيع اللي ما نطرحها بعد الفاصل كلمنا على 600-551-414. فاصل وراجعين. تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام، حياكم الله معانا. أميرة إيش تضحكين علينا؟ عموما تحية لميرة الغفلي وعيسى سبيل، أنت رحبتي فيهم ولا؟ أنا ما لحقت، أنت دخلت وقاطعتني. يعني ما كان مفروض أدخل. أنا كنت مسوي مقدمة ومرتبة أموري، أنت دخلت خربت الخطوة. قولي مقدمتك يلا. لا بقول الحين سؤال أحسن عشان الناس تفوز ب500 درهم. ناس تريس وما تبي تسمع مقدمتي. الناس تبي تسمع سؤال 500 درهم، احس انه يعني 50,000. هي 500 درهم من هي تصحك انا 50,000 صح. هي شو سؤال المسابقه مال اليوم؟ ما هو لا شو تقولين؟ شو هسه تقولين؟ يعني بتكون الهديه من هيئه الصحه كانها 50,000. كيف تشوف شو هي نظرتي؟ انا نظرتي للهديه عادي. يعني انت بتعطينهم 49,500 من جيبك من المليون اللي قلنا بنتبرع فيه انا وانت وعيسى على التسجيل. ترى سؤال الحلقه دكتوره قولي ما هو انسب وقت لتنظيف الاسنان؟ رقم واحد عند الصباح وقبل النوم، ام رقم اثنين بعد تناول الطعام مباشره، ام رقم ثلاثه في اي وقت؟ على 4006 طرشونا اجاباتكم مع اسماءكم الثلاثيه، وليس على الانستغرام لايف لان ما اقدر نسحب. على طار الاسنان، الحديث عن دراسه لدكتوره من هيئه الصحه قامت بقياس حجم الاسنان للاماراتيين ومقارنتها باسنان الغرب، والحديث عن العنايه بالاسنان في رمضان. نحن نتكلم اليوم مع الدكتوره موزه محمد، اخصائي تقويم قطاع الرعاية الصحية الأولية. صبحك الله بالخير دكتورة. صبحك الله بالنور. إنزين الحين نحن نتكلم عن هذه الدراسة، شو يعني دراسة شوية غريبة بالنسبة لي. شو العلاقة ما بين أسناننا نحن الإماراتيين مع أسنان الغرب؟ وين جت الفكرة؟ إنزين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر إذاعة نور دبي برنامج صحة وسعادة على الاستضافة. هذا البحث العلمي أجريته خلال التحضير لرسالة الماجستير لتخصص تقويم الأسنان في كلية حمدان بن محمد لطب الأسنان، الكلية الأولى اللي تندرج تحت مظلة جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية في مدينة دبي الطبية. وتقدم الجامعة برنامج مدته 3 سنوات لدراسة أحد تخصصات طب الأسنان، علاج العصب أو تقويم الأسنان، طب أسنان الأطفال، أمراض اللثة، تركيبات الأسنان المتحركة والثابتة، جراحة الفم. والبرنامج الأكاديمي معتمد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ونستقطب طلبة من داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة. وأنا كنت مبتعثة من هيئة الصحة بدبي لدراسة الماجستير، واللغة المعتمدة للدراسة هي اللغة الإنجليزية. وتخرج عندنا 33 طبيب أسنان كأخصائيين، وستة من هذيل الأطباء الأخصائيين اللي تخرجوا يعملون الآن كأخصائيين في هيئة الصحة بدبي. الحين موضوعنا خصائص الأسنان تختلف بين الشعوب، وأدركنا أن من المهم والمفيد دراستها في الشعب الإماراتي. كان الهدف من الدراسة قياس حجم الأسنان وعلاقة الأسنان في الفك العلوي والفك السفلي في الإماراتيين. والجدير بالذكر أن هذا النوع من المعلومات مهم وايد في مرحلة التشخيص ومرحلة وضع خطة العلاج قبل البدء بتقويم الأسنان. يعني يا محمود ممكن الأسنان تكون صغيرة، ممكن الأسنان تكون كبيرة، في العظة النهائية ما بتتطابق وما بتكون طبيعية. منو أقوى؟ نحن ولا هم؟ نحن وهم نفس الشيء. الدراسة طلعت إن إحنا هم نفس الشيء، أسناننا نفس الشيء يعني.
هي ونحن يمعنا المعلومات من قوالب الأسنان الموجودة في أرشيف عيادات تقويم الأسنان في هيئة الصحة بدبي بعد أن تم الموافقة على بروتوكول البحث العلمي من قبل لجنتين يعتمدون البحوث العلمية في كل من كلية حمدان بن محمد لطب الأسنان وهيئة الصحة بدبي. واستخدمنا في قياس حجم الأسنان طريقة إلكترونية، استخدمنا ماسحة ضوئية ثلاثية الأبعاد ووفرتها الكلية لنا. طيب دكتور، في وايد أسئلة عندي هني يعني يتني منجاوب عليها كلها إن شاء الله، لكن أبغي أسألت أهم النتائج اللي طلعتوا فيها. هي أسفرت النتائج أنه لا يوجد اختلاف في حجم وعلاقة الأسنان في الفك العلوي والسفلي بين الإماراتيين وبين الشعوب القوقازية المعروفة بشمال أمريكا. في مقاييس تشخيصية مثلى لهذه الشعوب موجودة وتستخدم منذ سنوات كثيرة كمرجع. وللتوضيح أكثر أن هذه المقاييس التي وضعت منذ زمن بعيد نستطيع نحن أن نطبقها على الشعب الإماراتي بدون تغيير أو تعديل. ممتاز. دكتورة موسى، هالدراسة بهالأهمية الكبيرة اللي أنت سويتيها، قلت لي قبل الحلقة أن عرضوها في مؤتمر، ممكن تخبرين عن الموضوع؟ هي اختيرت دراستي للعرض كبوستر أو نسميه لوحة حائطية في المؤتمر 93 للجمعية الأوروبية لأطباء تقويم الأسنان الذي عقد لهذا العام خلال الفترة من 5 إلى 10 من شهر يونيو لسنة 2017 في مدينة مونترو بسويسرا. ممتاز. وتأتي أهمية هذا الحدث العلمي أنه واحد من أشهر المؤتمرات العلمية العريقة في مجال علم تقويم الأسنان. طبعا نحن وايد فخورين، أنا يوم شفت الصور وطرشوا الخبر وايد استانس أن في دراسة لطبيبة إماراتية طلعت صحيح. في هذا المؤتمر الضخم. لكن دكتورة، بما أن نحن نتكلم عن هذه الدراسة، أنا بشوية نجاوب على بعض الأسئلة اللي جتنا. في سؤال يقول ممكن تعيدون خيارات؟ ما نعيد إن شاء الله. هل استخدام المعجون بعد كل وجبة صحيح؟ هل استخدامه صحيح أو غير صحيح؟ شو رأيكم؟ هو يعتمد متى بيستخدمون. إذا على طول عقب الأكل على طول، يقول عقب كل وجبة أنا يستضرب معجون، هل هذا هاي ممارسة سليمة؟ إذا كان ماكل حمضيات لازم على الأقل يتمضمض إنزين ويتريى وعقب يفرش أسنانه، لأن إذا كان ماكل شيء فيه حمضيات بيكون أوردي الأسد على أسنانه. فممكن يعني يجرح اللثة، مو بيجرح اللثة، الأسنان أو يبرى الأسنان، يشل طبقة المينة، يضعف طبقة المينة. ما هو سبب التهاب اللثة المتكرر؟ عدم التفريش بطريقة صحيحة، بالتالي البكتيريا أتوقع تكون موجودة في الفم تبدأ تدخل في الأسنان. ومشاكل اللثة مشاكل منتشرة ترى محمود، ولكن الناس ما تعطيها اهتمام. يعني ينزل دم لما يأكلون أو يفرشون، يقول هذا شيء طبيعي ولكن ليس شيء طبيعيا. ساعات يوم تعطي واحد بوكس تي بعد ممكن تنزح. يوم تعطي بوكس هذا شيء ثاني، حالات العنف الأسري طبيعي يعني، بس تكلم حالات طبيعية. عندهم جراحة بالليزر يعني من غير ألم؟ في شيء بالليزر تسوون أنتم في الأسنان؟ عندك في حالات تكون اللثة نازلة وايد، حجم الأسنان صغير وتبى تكبر حجم الأسنان، فيستخدمون تقنية الليزر عشان يكبرون الأسنان. ساعات تبى تحط مثلا الأزرار مالة التقويم على الحديدية على الأسنان وتكون نفس الشيء اللثة موجودة على الأسنان فتشلها. ضرس العقل في اللثة اللي تنمو على ضرس العقل وهو طالع وايد يسبب التهابات حق المريض، فهذا بعد يعالجون انه يقصونه بالليزر. زين سامحيني دكتوره، بس في وحده تسال، فاطمه تقول السؤال متى لازم تفرش اسنانك؟ يوم اشرب ماي بارد تتكهرب اسناني، شو الحل؟ تتكهرب اسنانها، هاي اتوقع حساسيه في الاسنان عندها صحيح؟ لازم تشيك على اسنانها، ولانه يعتمد اذا عندها التهاب في واحد من الاعصاب اللي في الاسنان او لا، لانه لازم تنتبه اذا على الحار او على البارد او يكون في ويع على العض، لان التشخيص يختلف من حاله لحاله. يعني حتى لو كان على الحار وعلى البارد كرت واحده تشخيص مختلف. ما تعرفين يعني انت دكتوره مو اخذتي الشهاده؟ انا ابغى اعرف.
أنا طبيبة عائلة ولست طبيبة أسرة. سولف. هل الأفضل معجون الأسنان العادي أم الإلكتروني ولا يعتمد على حالة اللثة؟ فرشات الأسنان قصده أعتقد، العادية أو الإلكترونية، أي وحدة. هي أنا عندي نفس السؤال، وايد يروجون فراش الأسنان الإلكترونية، أنا أحس تنظف أفضل من العادية، ولكن طبيا من ناحية طبيب الأسنان أي وحدة أفضل؟ ما في فرق بين العادية والإلكترونية. أهم شيء في طريقة تفريش الأسنان التكنيك، اللي هي كيف أنت تفرش أسنانك. صحيح. بس الفرشاة ما في شيء اسمه ليزر تبييض الأسنان، هل مناسب وما يضر الإنسان الأسنان وتأثيره ليه متى؟ يعتمد على نوع الليزر اللي بيستخدمونه، ويعتمد على المادة اللي بيستخدمونها حق التبييض. أنا بسأل سؤال دكتورة موزة، سؤال واجه يسألونه في العيادة، يقول لك دكتورة معجون الأسنان اشتريه من الجمعية زين ولا لازم أخذ معجون طبي من الصيدلية؟ لا ما يخصه، عادي ممكن يشترون أي معجون عادي. بس يكون فيه مكونات، المكونات الأساسية في المعجون، وأهم شيء يكون فيه فلورايد. السؤال، هل استخدام العلكة لمدة طويلة في الفم مفيد ولا؟ العلكة. وفي بعض اللبان يحطون عليه انه زين حق تنظيف الاسنان وحق يبيض وينظف ويشل. لا هذا الكلام سليم اصلا. اللبان استخدام الفترة طويلة يعني بيتعب العضلات، عضلات الفك، عضلات الفك، فممكن المريض يعني ممكن الناس اللي وايد يتعلشون يعني يكون عندهم ألم. بس بالنسبة حق إذا هي مفيدة أو لا، ما في أي دراسة يعني تثبت. سوي يلا الدراسة الحين إن شاء الله للدكتورة. إن شاء الله وطبقية على ندى. دكتورة ندى ما شاء الله تقول 7000 كلمة في الثانية، أعتقدها من التمرين اللي تسوي. وبس ينصحون إذا ينصحون بأنواع علك اللي ما فيها سكر. صحيح. إنزين سؤال مو بحق رمضان هذا، رمضان هذا سبحان الله يعني شهر في السنة مسكين، والله مش علينا ما حسينا بما شاء الله تبارك الرحمن. لكن السؤال حق رمضان الجاي بعد اللي باقي من هذا الرمضان والرمضان الجاي، شو هي الممارسات الصحية اللي لازم نحن نسويها، وشو أبرز الأخطاء اللي نحن قاعدين نسويها مو منتبهين لها في مسألة الحفاظ على أسناننا خلال شهر رمضان المبارك، خاصة أن نحن عندنا فترة طويلة من الصيام. صحيح. القواعد الأساسية للمحافظة على صحة الفم والأسنان متمثلة في تفريش الأسنان بطريقة صحية، والامتناع عن الإكثار من السكريات والحمضيات، والمحافظة على الغذاء الصحي المتوازن. وهالشي لازم نطبقه في كل شهور السنة. والممارسات الخاطئة هي إهمال تنظيف الأسنان بعد وجبتي الفطور والسحور وقبل النوم. وايد وايد مهم أن يفرشون أسنانهم الصبح، وايد مهم أن يفرشون أسنانهم قبل النوم. ونحن دائما ننصح ما يفطر تفريش الأسنان، نحن قلنا بعد قلنا بعد حتى هو ما يفطر، بس الواحد يعني عموما نحن شاكرين لك دكتورة موزة محمد أخصائي تقويم قطاع الرعاية الصحية الأولية في هيئة الصحة بدبي، كلمتنا عن دراستها اللي يعني قدمت في مؤتمر عالمي في هذا المجال، وعلقت على أنا بسميها لوحة الشرف. صحيح. شكرا لك يا دكتورة. شكرا لك دكتورة. بس سؤال الحلقة على السريع قبل نطلع فاصل، سؤال الحلقة، ما هو أنسب وقت لتنظيف الأسنان؟ رقم واحد عند الصباح وقبل النوم، أو رقم اثنين بعد تناول الطعام مباشرة، أو رقم ثلاثة في أي وقت على 4006 مع أسماءكم الثلاثية. أنا بحثث إجابة منقولكم عند الصباح قبل النوم أو بعد تناول الطعام مباشرة، منشيل في أي وقت. زين يعني تستهلون. الإجابة الأولى والثانية. فاصل وراجعين. تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعي الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. أنا بقولكم شغلة، ترى اليوم هذه الحلقة قبل الأخيرة في هذا السيزن لهذا الموسم. هي نحن لازم نترجم خفعي، أنا أقول لك تشتغلين أنت يا قناة أخبارية أحسن لك.
يلا رشحني محمود مستعد. انزيل فباكر ان شاء الله اخر حلقه في هذا الموسم وبنوقف يعني شهرين تقريبا، ما ارجع لكم على نهايه شهر 8 يعني بعد الاجازه مالت المدارس وكذا، نرجع لكم بشكل جديد، قالب جديد ان شاء الله ورؤيه جديده. لكن حتى ذلك الوقت خلونا نذكركم بسؤال الحلقه. سؤالنا يقول: ما هو أنسب وقت لتنظيف الأسنان؟ رقم واحد عند الصباح وقبل النوم، أم رقم اثنين بعد تناول الطعام مباشرة؟ على 4006 مع اسمائكم الثلاثية ورقم الإجابة. الاسم الثلاثي مع رقم الإجابة. في واحد مطرش اللي رقم الإجابة بس ولا كاتب اسمه ولا كاتب شيء يعني. حرام. أي يعني إن شاء الله، لأن الكمبيوتر عسب تسهلوا على الكمبيوتر اختيار الفائز. صحيح. إنزين نحن قلنا من نستضيف منو عندنا بعد الفاصل ولا دكتورة؟ بنستضيف الدكتور ملهم أشتر، أخصائي أول طب أسرة وأمراض باطنية في قطاع الرعاية الصحية الأولية، بيكلمنا عن ورقة لأطباء هيئة الصحة عن الربو القصبي التي تم نشرها عالميا، ونتكلم بعد شوية عن متابعة مرضى الربو في رمضان. صباحك الله بالخير دكتور ملهم. صباح النور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام، نورت الاستوديو. أشكركم في البداية للاستضافة مرة أخرى، وبارك لكم هذه الأيام الفضيلة في العشر الأواخر من رمضان إن شاء الله. شكرا لك دكتور. عطنا نبذة عن موضوع هذه الورقة الطبية. الحقيقة هذه الورقة موضوعها يتحدث عن درجة السيطرة على الربو القصبي عند المرضى الربويين المتابعين في الرعاية الصحية الأولية وما يرتبط بها من مؤشرات أداء. هذه الورقة العلمية كانت في الحقيقة نتاج لفريق عمل صحي مؤلف من مجموعة من الأطباء والممرضات على مدار سنوات، كلهم من الرعاية الصحية الأولية. العمل بدأ على شكل صياغة برنامج لتطوير جودة الرعاية الصحية المقدمة لمرضى الربو في الرعاية الصحية الأولية، بنسميه احنا Quality Improvement Programs. البرنامج كانت أسسه بسيطة وعملية تتمثل في التالي: في الأول توفير إرشادات سريرية لمرض الربو القصبي مبنية على البرهان العلمي. الأساس الثاني تدريب الكادر الطبي عليها، ثم تطبيق الإرشادات في المراكز الصحية باستخدام استمارات خاصة موجهة للأطباء والتمريض. ثم الإشراف على كل ذلك التطبيق بإجراء تدقيق دوري سنوي عليه لقياس مؤشرات الأداء. بالنتيجة حصلنا على بيانات لهذه المؤشرات كانت على مدار عدة سنوات مادة علمية دسمة وسخية لإنتاج هذه الورقة الطبية. طيب هذه المؤشرات وهذه النتائج دكتور يعني شو فائدتها؟ على شو بتنعكس؟ المؤشرات فائدتها أنها بتعطينا فكرة عن درجة التطور اللي الذي يحصل في موضوع الرعاية الصحية المقدمة لمرضى الربو القصبي. فعلى أساس هذه المؤشرات صعودا أو هبوطا نعرف مدى التطور الذي يحصل، وإذا كنا بحاجة إلى التدخل لإجراء أي إجراءات لتصحيح مسار عملية الرعاية الصحية المقدمة لمرضى الربو. ممتاز. الربو القصبي شو هو دكتورة؟ هو الربو في ناس يسمونه الحياطة أو ربو أو التحسس. في أنواع للربو عندنا دكتور؟ الربو القصبي سابقا كان يقسم إلى قسمين: ربو داخلي وربو خارجي، الانترينسينج والإكسترينسينج. الربو الخارجي اللي هو يأتي نتيجة عوامل الجو والتلوث والأدخنة والغبار، واللي بيسبب حساسية عند المريض تظهر بها أعراض الربو. صحيح. الربو الداخلي كان غالبا سابقا يصنف على أنه ربو وراثي، له أسباب وراثية معينة بنسبة معينة، ممكن يظهر في الأسرة الواحدة عند أكثر من شخص في الأسرة الواحدة. طيب سؤال دكتور، وين تم عرض هذه الورقة وشو هي أهميتها؟ الأهمية هذه الورقة في الحقيقة هي النتائج مؤشرات الأداء التي حصلنا عليها من خلال هذه الورقة والدراسة واللي تمت مقارنتها بنتائج مؤشرات أداء عالمية لدراسات أخرى، وذلك لمعرفة موقعنا من العالم فيما يتعلق بدرجة سيطرتنا على الربو عند مرضى الربو في دبي. فهذه كانت أبرز النقاط. كان هدفنا في مؤشرات الأداء، مثلا من أهم مؤشرات الأداء أن نصل إلى أكثر من 45% من مرضى الربو لديهم سيطرة تامة على المرض، وحصلنا في الحقيقة وصلنا إلى
65% في عام 2014 وتقريبا نفس الشيء في هذا العام. كان هدفنا أنه 70% من مرضى الربو يكونوا يتابعوا يعني عم يحصلوا على أو يستعملون البخاخات دون خوف وبشكل صحيح. وصلنا في الحقيقة إلى 85% من المرضى. ممتاز. صور الرقم يعني كتير رائع جدا. كان من أهدافنا أنه المريض لا يتجاوز غيابه عن عمله بسبب الأزمة الربوية أكثر من يوم واحد في السنة، أن لا يتجاوز بنسبة 50% من مرضى الربو، وحققنا هذا الموضوع بشكل كتير كبير. وصلنا إلى 70% ما بين 2011 و2013. ممتاز ممتاز. وصلنا إلى التطبيق 100% للإرشادات السريرية بشكل سليم 100% في ملفات المرضى. ممتاز. أما بالنسبة للجزء الثاني من سؤال حضرتك عن المكان، يعني أين نشرت، نشرت في موقع American Institute of Science، موقع مرموق، في مجلة Clinical Medicine of Science، المجلد رقم 3، العدد 1، من الصفحة 1 إلى الصفحة 9. ممتاز. طيب في شيء تبغى تضيفه على موضوع الدراسة هذه دكتور، لأننا ننتقل لمواضيع أخرى؟ أنا بسأل دكتور ملهم سؤال. نعم. عن الدراسة. دكتور ملهم، نتائج الدراسة يعني مقارنة بالمؤشرات العالمية، إحنا وين واقفين؟ نحن قد نعتبر من المتقدمين ونعتبر في النص أو متأخرين؟ يعني أنا الحقيقة متفائل جدا بالنتائج، ومتفائل جدا بالمقارنات اللي عملناها مع نتائج الدراسات العالمية. الحقيقة نحن يعني النتائج اللي حصلنا عليها نعتبر في الطليعة، وفي المقدمة. أتمنى أنه نحافظ على هذا على هذا الأمر بجهودكم إن شاء الله دكتور ملهم. طيب ما نشتاق لكم، ترجعون بالسلامة، إجازة سعيدة، مشكورين. خلي الدكتور عطوة تضحك، يسعد صباحكم. ما يحتاج توصية. كيف أطرش الجواب؟ أكتب واحد أو اثنين. أي واحد أو اثنين. إنزين، ويسأل واحد ولا واحد. هل إجراء أي عملية والمريض فيه ربو متكرر؟ هل يتم إجراء، يعني نقدر نسوي عملية والمريض فيه ربو متكرر؟ هلا الحقيقة بالنسبة لمريض الربو، يعني عالميا المفروض الإنسان اللي عنده ربو يعيش حياة طبيعية 100% استنادا للأدوية الحديثة الموجودة اللي يتناولها الإنسان، سواء البخاخات أو الحبوب. ولكن إجراء أي عملية جراحية يتطلب تقييم المريض قبل إجراء العملية الجراحية، تقييم درجة درجة الربو اللي عنده، درجة السيطرة على الربو اللي عنده. صحيح. وعلى أساسه الطبيب الأخصائي للأمراض الصدرية بيقرر استعداده لإجراء العمل الجراحي أو عدم استعداده. ممتاز. الدكتور ملهم، بالنسبة إحنا ما شاء الله رمضان تقريبا خلص، ولكن في وجهة نظرك هل الصيام مفيد لمريض الربو ولا ما له علاقة؟ مثلا أمراض السكر والضغط دائما نقول الصيام زين لهم، يعني يحسن قراءاتهم. مريض الربو بما أنه مرض مزمن، كيف الصيام يأثر عليه؟ يفيده ولا ما يفيده؟ أنا مقتنع 100% أن الصيام بيفيد بكل حال من الأحوال لجميع الناس، سواء اللي عندهم أمراض أو اللي ما عندهم أمراض، ما عدا في بعض الحالات القليلة النادرة اللي ينصح فيها بعدم الصيام. هلا بالنسبة للربو، نحن بنعرف انه في عندنا شيء اسمه مثيرات نوبات الربو او التريجرز. صحيح. مثيرات نوبات الربو اللي بيعرفها الجميع انه معظمها عبارة عن مثلا استنشاق بخور، كونه في مكان فيه غبار. صحيح. او فيه دخان. ولكن في بعض الامور قد تغيب عن الناس، انه في بعض مثيرات الربو بتكون موجودة في الأطعمة نفسها. اللي هي بعض المواد المثيرة للحساسية في الأطعمة. صحيح. خاصة الأطعمة اللي تحتوي على ملونات، اللي تحتوي على مواد كيماوية معينة، مواد حافظة بعد. مواد حافظة. هاي قد تتسبب في إثارة نوبة الربو عند الشخص. جميل. سؤال المسابقة هو أنسب وقت لتنظيف الأسنان عند الصباح قبل النوم، اللي جابه رقم واحد، جابه رقم اثنين بعد تناول الطعام مباشرة، لا تغششينهم. باجي تقريبا أقل من 5 دقائق ومنوقف استقبال الإجابات. صحيح. على 4006 اللي يسألون على إنستغرام، لا 4006 فقط. صحيح. دكتور في سؤال يقول هل الربو هو نفس التهاب الرئة، وما الفرق بينهما إذا كان أصلا في فرق؟ لا في التهاب الرئة، الربو عبارة عن مرض تحسسي. إذا المريض استطاع أن يتجنب العوامل المحسسة ويتناول دواءه بشكل طبيعي، بيعيش حياة طبيعية 100% مثل أي إنسان عادي. التهاب الرئة دخلنا بقى في التهابات نوعية، ممكن تكون بكتيريا،
يعني جرثومية ممكن تكون فيروسية مسار مختلف تماما وله علاج مختلف تماما عن الربو. دكتور أنت في أي مركز من مراكز الرعاية موجود؟ أنا في مركز البدعة الصحي ويعني كلينيكيا سريريا وفي مركز ند الحمر من ناحية الإدارية والإشراف على الأوراق والتطبيقات السريرية. طيب هني أبغى أتكلم عن الخدمات طب الربو اللي توفرها يوفرها قطاع الرعاية الصحية الأولي. شو هي الخدمات اللي نحن قاعدين نعطيها حق ال شوفي دكتورة أقرأ الأجوبة أشوفك جاوبون صح ولا لا؟ هذه لا مجاوبين صح ما عليك صح. دكتور خبرنا على أبرز الخدمات اللي تسوونها. الربو القصبي هو من الأمراض المزمنة كما هو معروف بالنسبة للجميع، والأمراض المزمنة في الإمارات وفي العالم ثلاث أربع أمراض أساسية معروفة، واحد منها هو الربو القصبي. صحيح. الربو القصبي في الإمارات منتشر بنسبة 13 إلى 15% تقريبا في المجتمع. عدد الربويين في العالم في تزايد بشكل كبير من 350 مليون ل 400 مليون تقريبا مريض ربوي. نحن في الرعاية الصحية الأولية نستقبل حوالي 3500 إلى 4000 مريض ربوي مسجلين عندنا في سجلات الرعاية الصحية الأولية. هذا رقم كبير. رقم كبير. هذا مش كل المرضى الربويين على فكرة، هذول اللي عمال بيراجعوا عندنا في الرعاية الصحية الأولية. في غيرهم كثير مرضى ربويين عن شو اسمه من مرض الربو، ترى مو بربويين يتعاملون بالربو. لا من مرض الربو. على فكرة حتى كلمة مرضى ربويين أنا بعتذر عنها لأنه هي كلمة خطأ. الحين احنا عندنا السكري والربو يعتبروا اشخاص لديهم سكري ولديهم ربو وليسوا مرضى. صحيح. لانه علاجهم وحياتهم الطبيعيه اصبحت في متناول ايديهم. ممتاز. استنادا للتطور الكبير اللي حصل في مجال الادويه والمعالجه. اشرح لي هذه النقطه شويه اكثر دكتور، كيف يعني حياتهم بديهم؟ حياتهم، لانه المريض الربوي ناخذ على سبيل المثال موضوع حلقتنا، إذا اتبع النصائح الطبية اللي بيوجه له إياها الطبيب، سواء النصائح الطبية الوقائية التي تقي من الهجمات، واستعمل الأدوية تبعته بشكل صحيح خاصة البخاخات دون أن يخاف من استعمال البخاخات، لأنه في المجتمع في نسبة كبيرة يعتقدون أنه البخاخ إذا استعمله سوف يتعود عليه وسوف يصبح لديه إدمان، وهذا غلط 100%. ويدوه جقارة عادي. لا ما يصير. إيه ما عنده مشكلة يدمن جقارة، بس البخاخ عنده مشكلة. البخاخ عنده مشكلة فيه. وايدين يعني نعرفهم دكتور عندهم ربو ويدوخون جقارة. هل هذا يعني هذا والعنتين؟ يعني هو مسبب الربو، هو قاعد يسبب نفس الربو كل يوم مع كل جقارة. طبعا ما بيصير، طبعا ما يستوي. إذا استعمل أدويته الأخرى غير البخاخات بشكل طبيعي بيعيش حياته طبيعية 100% مثله مثل أي إنسان طبيعي، يعني بيمارس رياضة بشكل طبيعي ولا تتأثر حياته أبدا. جميل. طيب نحن نوقف استقبال الإجابات على 4006 وقولي لنا السؤال دكتورة. السؤال يقول ما هو أفضل وقت تنظيف الأسنان؟ الجواب الأول عند الصباح وقبل النوم، أم رقم اثنين؟ ما يحتاج، بس قولي الإجابة الصحيحة. الإجابة الأولى عند الصباح وقبل النوم. ليش؟ هو أفضل وقت تنظيف الأسنان. كيف؟ أهم شيء الصبح، لأن ننظف الأسنان من تراكمات خلال الليل، وقبل النوم عشان أروح للنوم بأسنان. طيب ليه ما يختار عيسى الفايز دكتور مناخذ الأسئلة هذه بنجاوبها باختصار السريع. وعلى السريع طبعا. هل نوم المريض أمام المكيف مضر؟ لا، للربو أصدق يعني؟ لا ما بيأثر كتير. زين يقولوا لي أبعد حلجك عن المايك لأنه مسوي بيز بالسيارة. خف البيز بالسيارة الله يهديك. ما أدري شو حاط لي أمبليفاير. ما أمبليفاير حاط. علاج القولون يعني وش علاجه وش مكونات؟ مو موضوع حلقاتنا اليوم، موضوع طويل وايد. هل يمكن إصابة بربو إذا كان الشخص في الأساس ما في ربو؟ طبعا ممكن. نسبة الإصابة الربوية انتقاله بالفاميلي نسبة 60%، 50 إلى 60% بتنتقل موجودة عند الفاميليز، غير والخمسين في المية الثانية ما في عندهم قصة أسرية خالصا. نعلن نسبة الفايز محمود. ممكن هي تفضل. اللي فاز ب 500 درهم اليوم طالب محمد درويش، ألف مبروك. ألف مبروك لطالب. طيب دكتور يعني شو الواحد مفروض يسوي على أساس أنه يقي نفسه من الإصابة بمرض الربو؟ الوقاية من الإصابة بمرض الربو هي يعني الأساس أنه يبتعد عن الأمور مثل الغبار، المسبب الغبار، الدخان،
التدخين بشكل عام، البخور مثلا ممكن يأثر على زيادة أزمات الربو. بخور على مار ما واحد ما يوقف يعني وايد تحت الدخان. لا محمود ما تشوف، احنا يجونا مرضى ربو في العيادة ريحة الدخول من أول عيادة تنشم، يا سلام، وتقول لك نوبة الربو بدأت عندي دكتورة من الصبح، يعني من الدخول انت حاطيني عند الدخول خطر يا جماعة، لأن في مسج، المسج وايد يهيج الربو، العود أفضل عنه. الوقاية هي وقاية من أزمات الربو وليس الوقاية من الربو بحد ذاته. صحيح. عندي حساسية بس الصبح أول ساعة يوم أنش من الرقاد وعطس متواصل غير المخدة. هذا يختلف عن الربو، ربما حساس في الأنف. صحيح. توني أنا أطرش، أحفظك بعد خذ اللي ما أدري طرش علاجه القيلون، خل حل بربو يعني ما له، ما في شيء علمي يثبت ذلك. لا يقول الربو مو بريال، تنظيف البيت وغبار يسبب الربو. نعم يسبب الأزمة الربوية. طيب دكتور في أقل من دقيقة شو تبغي تعطينا نصيحة في أقل من دقيقة؟ في أقل من دقيقة أتمنى على مرضى الربويين يتابعوا حالتهم الصحية بشكل منتظم في الرعاية الصحية الأولية، ويستفيدوا من الخدمات اللي بتقدمها الرعاية الصحية الأولية. المريض ممكن يجي لعندنا ينعمل له فحوصات وظائف الرئة، ينعمل له فحوصات قياس تدفق ذروة الهواء، نحدد درجة الربو القصبي عنده ونعالجه استنادا إلى ذلك العلاج المناسب إن شاء الله. جميل. دكتورة ندى، هلا محمود، شكرا لك. شكرا لك يا محمود وشكرا لكم جميعا. ذكرينا باسم الفائز. طالب محمد درويش فزت ب500 درهم. ألف مبروك لطالب محمد درويش. ونحن يعني في ختام حلقتنا اليوم حابين توجه بالشكر للدكتور ملهم أشتر أخصائي أول طب أسرة وأمراض باطنية في قطاع الرعاية الصحية الأولية. شاكرين لك دكتور. شكرا لكم. شكرا. ونحن بعد نشكرك دكتورة. شكرا لك. شكرا لكم جميعا. الشكر زين ترى للصحة. أوكي شكرا. شكرا دكتور ندى. شكرا لك ميرا الاغفلي ما قصرتي. شكرا لك عيسى سبيل. هذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العدو، حتى نلقاكم ان شاء الله في الحلقه الاخيره في موسمنا هذا يوم الخميس. تعالي يا ماما، لا لا باكر موجوده شغل وما ادري شو ما بيايه. فالك طيب ان شاء الله. بعد انت شايفه عمرك هالايام علينا. مسوي عمري ارباب. لا موجوده ان شاء الله باكر معاكم. انا بس انا ترياك شي فاتل علينا. يلا خلصوا بس عشان اقول في الختام دمتم بصحة وسعادة. دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.